ما قبل القيامة هناك صوم أربعيني كبير، ويليها أكيد صلوات عديدة تقام كل يوم بمشاركة المؤمنين، يعني ومن بعد هناك أسبوع الآلام كمان المؤمنين بيعيشوا في تفاصيل ممكن أن هي تكون عبر عروض من الكشاف، وأكيد إلى معنى خاص، و أحد الفصح، أحد القيامة يلي كلنا مننتره لهذا اليوم. رح نحكي أكثر عن أسبوع الآلام، رح نحكي عن الصوم، رح نحكي عن العيد مع الإرشمندرية الياس حبيب، راعي كنيسة مار الياس. صباح الخير، صباح وكل النور. عام وأنت بخير أبونا. المسيح قام، حقا كل عام قام، بخير. فصح مجيد علينا وعلى شعب سوريا كله بكل طوائفه، قيادة وجيشا وشعبا، وانتم كمان اهلا وسهلا، اشتقنا لكم. نحن كمان شكرا لكم، يعني ابونا سهلة على استضافتكم لنا ضمن كل كنيسه مار الياس. كل سنه عن جد بنعيد سوا، يعني هي الكنيسه المميزه حتى كمان بمعماره. وطبعا فصح مجيد يا رب هاي الايام تنعاد الخير. خلينا نبلش معك ابونا بين المسيره الروحيه بين الصوم الاربعيني وصولا الى القيامه. بداية بدي أقول أنه الفصح المجيد، القيامة المجيدة، محورها الأساسي نقطتين. النقطة الأولى هي المحبة يلي بين الله والشعب، والنقطة الثانية، المحور الثاني الأساسي هو سلام. فنحن بنحضر المؤمنين لنخوض غمار الأربعين يوم الصيام بأسابيع تسبق الصيام. هاي الأسابيع منبلش ندرب المؤمنين على بعض الفضائل اللي لازم يمارسوها خلال الصوم. نحن نحكي عن أربع فضائل بأربع أسابيع نستعد فيها للصيام الأربعين المقدس. الأسبوع الأول بيتعلموا عن التواضع. مو ممكن أنك تصوم وأنت متكبر، فلازم تتعلم التواضع. ومنعرف التواضع هي أهم فضيلة من الفضائل المسيحية المطلوبة، لأنه بسبب عدم التواضع الكبرياء خرج آدم وحواء من الجنة. لازم اولا المؤمن يتعلم التواضع. ثانيا الفضيله الثانيه اللي بياخذها قبل ما يفوت على الصيام هي فضيله التوبه. لازم الواحد يتوب، وكلمه التوبه معناتها تصحيح المسار. يعني نحن كنا ماشيين انحرفنا شوي مع الهموم الحياه كذا، التوبه اني صحح المسار وارجع لطريق ربنا القويم. الفضيله الثالثه يلي هي اعمال المحبه. انا لما اصوم لازم اكسر رغيفي مع المحتاج، فهيدي اعمال المحبه يلي هي متشكله وانواع كثير من اعمال المحبه. هي الفضيله الثالثه بيتعلمها المؤمن قبل ما يفوت بالصوم. والفضيله الاخيره يلي هي قبل بيوم من الصيام بنسميها فضيله الغفران. اصعب فضيله يمارسها المؤمن هي ان يغفر. وان يغفر شو يعني يغفر؟ يغفر مو بس انه يسامح، يغفر انه يقدر يعمل عمل محبه لشخص اساء له. مش بس انه يغفر له وينسى له الاساءه وما يرد له الاساءه بساء، ولكن ان يصنع المحبه لشخص اساء اليه. عشان هيك علمنا السيد المسيح قال احبوا اعداءكم، باركوا لعينيكم. عشان هيك نحن نوصل للفضيله الرابعه، فضيله الغفران. يمكن الواحد يظن انه هي صعبه كثير، بس المتواضع والتائب واللي عنده اعمال محبه بصير الغفران سهل جدا، لانه صار يعني فضيلة سهلة جدا. نوصل لبداية الصوم. الصوم بياخدنا بست مراحل، كل أسبوع مرحلة. هالست مراحل بمنتصفها منحط الصليب يلي هو محور حياة المسيحي. حط الصليب في نص الكنيسة مشان المؤمنين يلي صار لهم 20 يوم صايمين إذا تعبوا يرتاحوا تحت الصليب، ياخدوا قوة من الصليب ويكملوا مسيرتهم الروحية. في الأسبوعين اللي بيسبقوا أسبوع الصليب بيكون في عنا عن تعاليم الإيمان. بناخذ نحكي عن بعض العقائد المسيحية الضرورية المهمة للمؤمن. الأسبوعين اللي بعد الصليب هن مين أبطال الإيمان اللي قدروا يعيشوا هذا الإيمان. ما يمكن أحيانا لما نسمع عن العقائد نستصعبها، بنقول طب مين بيقدر يعيشها؟ مين بيقدر يعيش التواضع والتوبة وأعمال المحبة والغفران ويعيش العقيدة الإيمانية؟ نعطيهم أمثال. أول مثل نعطيه عن أحد الرهبان اسمه القديس يوحنا السلمي، وهذا كان رئيس دير سان كاترين بسينا مصر.
فممكن واحد يقول لي طب هذا راهب، هل من الناس اللي منهم الرهبان العلمانيين قادرين يعيشوا هذا الموضوع؟ نعطيهم مثال عن قديسة اسمها مريم، يلي كانت هي إنسانة طبيعية عاشت حياتها طبيعية، ولكن انحرفت بوقت من الأوقات وتابت، تواضعت، صار عندها أعمال محبة، غفرت، صارت قديسة. معناتها القداسة هي مطلوبة من الجميع ومقدمة للجميع. كنت عم بحكي عن المحور السلام، الهدف الأخير في الصوم الأربعين المقدس اللي احنا هلأ يعني شرفنا على خلص على الانتهاء، أنه نحقق سلامنا، السلام الداخلي للمؤمن. كيف بده يحققوا هذا السلام؟ بده يكون أولاً بسلام مع الله، بيصلي، بيصوم، بيعمل أعمال، بسلام مع الطبيعة، ما بيأذي الطبيعة، ما بياخد من منتوجات الحيوانات، بيتركها للأمهات تبعوت الحيوانات، بسلام مع الآخرين بأعمال المحبة والغفران، بالتالي بيحقق سلامه الذاتي لما يصير في سلام مع الله، سلام مع الإخوة، سلام مع الطبيعة، فبيحقق سلام داخلي. هيك يكون حققنا هالمحورين، يعني هو محور، كل محور الصيام هو يدور حول محبة، محبة الله للإنسان ومحبة الإنسان للإله اللي أحبه قبل، ومحور الثاني هو محور السلام. نعم أبونا، خلينا نروح إلى أسبوع الآلام، الأسبوع يعني يلي كل المسيحيين بيشاركوا بالصلوات، يعني وفي كمان طقوس تقام بهذا اليوم، من كشاف، من عروض، يعني تجسدت على أرض الواقع. خلينا نحكي عن هذا الأسبوع وأهمية المشاركة فيه، وعن أنه نحن قديش يعني لازم يكون عندنا هذا الإيمان، هذا الخشوع، هي السلام اللي حكيناه أنه نحن نحققه بأسبوع الآلام. نحن بنقول صيام الأربعين المقدس، صيام الأربعين المقدس بيخلص قبل أسبوع الألم، بيخلص بأحد اسمه أحد الشعانين، أحد دخول السيد المسيح إلى أورشليم بفرح ومجد عظيمين. بهذا اليوم نحن صحيح يسوع دخل إلى أورشليم وكان في فرح، العالم مبسوطة والأطفال استقبلوه، كانوا بيصرخوا أوشانا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب، الناس فردوا ثيابهم قدام يسوع، بس يسوع كان داخل ليدخل بأسبوع ألام. الناس ما كانت عارفان أنه داخل لأسبوع ألام، هو كان مفتكرينه داخل منتصر، بس هو الانتصار الحقيقي هو تم بالنسبة إلنا هو على الصليب، لما تمت المصالحة الأخيرة بين الله والناس. ببلش أسبوع الألام من أحد الشعانين، يعني بيكون في زياح حوالي الكنيسة وفي الطرقات، صحبة الكشاف والجوقة. الجوقة بتكون عم بترنم ترانيم خاصة بهذا اليوم، يوم الدخول إلى أورشليم. الجوقة بتكون مزينة ومحتفلة، حاملين غصن الزيتون وسعف النخيل يلي بيرمزوا للسلام. بتعرفي إنه لما حصل الطوفان نوح أيام زمان، وكان نوح ناطر يشوف إنه هل صار في سلام على الأرض، وأطلق الحمامة، عادت الحمامة وفي فمها غصن زيتون علامة للسلام وللخلاص من الطوفان. مشان هيك أخذنا الزيتون هو رمز للسلام، من هيك إنه الكشاف والجوقة بيكونوا حاملين الشموع وحاملين سعف النخل وأغصان الزيتون. هلا الشمعة اللي بيكونوا حاملينها، هلا صارت الشمعة للأولاد، بس هي عادة الشمعة للمؤمنين الكبار. الشمعة بترمز لنور نور الله في حياتنا، انه نحن بيقول فليضئ وجهكم امام نوركم امام الناس فيروا اعمالكم الصالحه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. المؤمن باحد الشعانين بيجيب شمعه وبيضويها من الكنيسه وبيدور بهذا الزياح، وبيكون مزين الشمعه بالزيتون والورود يلي بترمز لاعماله، اعماله الحلوه. فهي الشمعه بترافق المؤمن اسبوع الالم كله. فبيجي على الاولاد، لانه بيقولوا نحن ما عندنا اولاد، ما رح نشارك بالشعنين، نحن ما عندنا اولاد، كلياتنا مدعوين، كلياتنا مدعوين، واعمالنا هي اعمال واحد كبير، الطفل اصلا هو بريء واعماله. فهي الشمعه المزينه بترافق المؤمن من احد الشعنين لسبت النور. بسبت النور من هون يعني اجى الاسم لعده اسباب. اولا كان هذا السبت
اللي بيستعدوا الناس فيه للاستنارة بالمعمودية، فكانوا يسموه سبت الاستنارة. بس لما صارت ظاهرة النور المقدس اللي بيفيض من القبر كل سبت نور كل سنة، فتحول بدنا نوقف عند نقطة فيض النور، فتحول إلى الاسم إلى سبت، هو كان اسمه سبت الاستنارة من بسبب أنه الناس كانوا بيتعلموا بيدرسوا بيستنيروا، فبيدخلوا إلى السبت بيتعمدوا وبيحضروا داس الفصح وبيتناولوا لأول مرة، فكانوا اسمه هذا سبت، سبت الاستنارة. الشمعة بترافقهم للمرتلين والمؤمنين والكل الأطياف في الكنيسة طول أسبوع الألم، بيجوا في كل يوم من المساء بيحملوها بصلاة اسمها صلاة الختن. الختن يعني العريس، ونحن عم نحكي عن النفس، فهي خطبة النفس لعريس السماوي اللي هو الله. فنحن مثل ما العروس تبقى متجهزة وناطرة عريسة يجي، هيك المؤمن نفسه لازم تبقى مستعدة ليجي عريسة السماوي بأي وقت ويطلبها. ففي عنا أول ثلاثة أيام يلي هن الأحد بالليل، اثنين بالليل، ثلاثة بالليل، صلاة بنسميها صلاة الختن، يلي فيها المؤمنين بيحملوا الشمع، نطفي الأنوار بالكنيسة وكل واحد حامل شمعته كأنه عم بيحكي عن حاله، أنه أنا أعمالي مضيئة أمامي، عشان لما يجي العريس يشوف الشمعة مضاءة فيعرف أنه هو هي نفس مستعدة بأعمال صالحة. نوصل للأربعة يلي هو الأربعة المساء، هو بنسميه نحن أربعة التسليم، لما يهوذا الإسخريوطي سلم يسوع المسيح المعلم في بستان الزيتون. بهذا اليوم نحن بنعمل صلاة اسمها صلاة تقديس الزيت، تكريس الزيت، يلي كل الناس بتجي على الكنيسة بنصلي على الزيت، بيتقدس الزيت، بيتبارك الزيت، ومنبارك كل المؤمنين بنمسحهم بالزيت كأنهم عم بيشاركوا بدخول المسيح في ليل الألام تبعيته. يوم الخميس هو رمز للعشاء السري صباحا، المساء لأنه السيد المسيح أسس سر الإفخارستية أو سر الشكر للداس الإلهي يوم خميس العهد، يوم العشاء السري. نحن بنعمل الداس صباحا لهذا الموضوع، بنسميه كمان غميس، خميس الغسل، لأنه بنغسل الموائد بالكنيسة، بنغسل الكنيسة، بنغسل نفوسنا قبل ما بنغسل أجسادنا لكي ندخل في هاليومين ثلاثة المقدسين يلي يسوع كان فيهم بالمحاكمات حتى وصل إلى الصليب والقيامة وأعطى الخلاص للعالم. الخميس المساء بيكون عندنا بنسميه الـ 12 إنجيل، وفي منتصف الصلاة نعمل صلاة الصلب. الصلب بيدور الكاهن يحمل الصليب المقدس، بيدور حوالي الكنيسة وبعدين بيحطوا الصليب في منتصف الكنيسة، ومنرتل كلنا الترتيلة المشهورة اليوم علق على خشبة، ومنكمل الصلاة. ثاني يوم الجمعة صباحا عندنا صلاة إنزال المصلوب وترتيب وتحضير للجناز. المساء بيكون الجناز سيد المسيح، يلي طبعا كل الشعب صار حافظ تقاريز الجناز يلي صاروا معروفة، وخاصة بعد ما السيدة فيروز غنتها للترانيم تقاريز الجناز. نعمل جناز المسيح، ونعمل الزياح النعش، بيكون مغطى بالورد، هذا الورد بياخذوه المؤمنين بركة على بيوتهم. عادة هذا الورد اللي بياخذوه بينشفوه وبيصيروا يحطوه مع البخور بالبيت، يعني بيصيروا بخروا فيه كمان كبركة، نوع من البركة. يوم السبت يعني نوصل للسبت اللي بيسموه سبت النور، بنعمل الصبح القداس، والظهريات ننتظر خروج النور من القبر المقدس، وبيكون في مندوبين عن كل الكنائس موجودين في كنيسة القيامة وخارج القبر. أول ما يفيض النور من القبر المقدس في له طقس عم نتابعه، صرنا نقل مباشر حي على التلفزيونات. البطريرك القدس للروم الأرثوذكس بيجي بزياح، وبس يوصل على باب القبر بيشلح ثيابه الكهنوتية كلها، بيضل برداء أبيض، وهالأيام بيتم تفتيشه عن طريق الشرطة، شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بيفتشوا القبر
وبعدين بيدخل إلى القبر وبإيده شمعتين، كل واحدة 33 شمعة مؤلفين من عمر السيد المسيح على الأرض. بيفوت على القبر وبيسكروا الباب، بيختموه الشمع الأحمر، بيبقى لوحده بالقبر وبيصلي بيصلي بيصلي إلى أن يخرج النور من القبر وبينور الشمع اللي بإيده. لما بينور الشمع بيفتحوا القبر وبيطلع البطريرك وبياخذوا العالم كله النور من بأول فترة، ما بتحرق بأول دقائق، يعني بنشوف على الهواء مباشرة. في ناس بيحطوه على دقنهم، بيحطوه على شعرهم، ما بيكون عندها خواص النار، عندها خواص نور، ما في خواص للنار اللي بتحرق، حتى بيحطوه على ايدهم، بيحطوه على شعرهم دقنهم، وبتنتقل الشعلة إلى كل أقاصي الأرض. يكون في مندوبين عن كل وطائرات جاهزة بينقلوا النور إلى العالم بواسطة هذه الطائرة. هذا سبت النور، بس سبت النور لا يعني أنه القيامة تمت، يعني سبت النور هي مثل البرق اللي بيسبق المطر. منشوف البرق، نسمع صوت الرعد، بس لسه القيامة ما تمت. المساء بيكون السيد المسيح صار له 3 أيام في القبر مثل ما النبوءات بتقول. في مساء السبت بنصلي صلاة الهجمة، نبتديها من خارج الكنيسة وبعدين ندخل إلى الكنيسة ونقول المسيح قام، وهيك نحتفل مع بعضنا البعض كلياتنا. هالسنة في بركة زيادة، أنا انتبهت أنه أول أحد الماضي كان فصح الغربي، الأحد هذا الفصح الشرقي أبونا كان في 17 نيسان، والفصح الغربي وفصح الشرقي وعيد رمضان الفطر السعيد، يعني كأنه يعني ربنا عم بيقول للسوريين أنه اللي بدي يفرحكم قد ما فيه. إن شاء الله تكون هيدي علامات النصر، بتبلش هيك يعني إن شاء الله وننفرج. ويمكن كل سنة نحن عنا خصوصية لعيد الفصح اللي هو أساساً سر عيد الأعياد مثل ما بنسميه، وسر الدين المسيحي بالقيامة والرجاء والفداء. هي المسيرة اللي يمكن كل سنة عم بعيشها السوريين بشكل مختلف، مسيرة الرجاء من أجل الخلاص من الإرهاب، مسيرة الرجاء من الخلاص من الظروف الاقتصادية حالياً اللي عم بعيشها السوريين. وبكون الكنيسة هي الداعم الأول للإنسان السوري المؤمن بظل هاي الوقت. قديش في لكم دور، وقديه أيضا احنا بنعرف طبعا أنه الكنائس بتظلل على رعاياها بقدر المستطاع. طبعا هي يعني جوهر القيامة، احنا بنعيشه بشكل يومي، وهذا اللي بننقله للمؤمنين بالكنيسة دائما، أنه مثل ما في القرون الأولى، مثل ما من أيام السيد المسيح كان عم يعيش هالأجواء، جو ألم ولكن من بعده في قيامة، جو عتمة ولكن بعده في نور، جو حزن ولكن بعده في فرح. عشان السيد المسيح بالتطويبات بيقول طوبى للحزان الآن لأنهم سيضحكون سيفرحون. يعني دائما في عنا هذا الرجاء أنه من بعد هالغمة في فرح ورجاء وقيامة. مشان هيك بتشوفوا نحن بنسميه هذا الأيام بنسميه الحزن البهي. صحيح هو حزن ولكن سيقول إلى مجد، سيقول إلى الفرح. مشان هيك بتشوفوا الترانيم، هلا بنشوف بعد شوية الترانيم، الترانيم رتمة سريع، منا حزينة ومملة. صحيح حزن ولكن مصحوبة بالفرح، مصحوبة أمل، لأنه المسيح مات بس قام. المسيح يعني تركنا ولكن هو معنا إلى الأبد، يعني أعطانا الرجاء بالخلاص والقيامة. لكن إنه هذا الشعور الدائم، القيامة المتجددة، الإنسان يعني إذا ربط القيامة وأحداث القيامة بحياته اليومية فقادر إنه كثير يتجاوز شغلات كثير ويوصل من مرحلة لمرحلة تانية فيها راحة وفيها فرح وفيها سعادة. مثل ما يعني لو سيد المسيح ما رضي يكمل الموضوع ما كنا وصلنا للفرح الحقيقي، لكن انه نحن بدنا نتشبه فيه. وانه مثل ما قلت لكم قبل شوي انه نحن بنحط الصليب بنص فترة الصوم، العالم اللي صامت تعبت وتجربت وترجع تاخذ القوة، وصل مثل اللي بيكون مثلا بده يروح رحلة وكأنه شاف نهاية الرحلة فبيرتاح يقول الحمد لله على السلامة وصلنا. فهو هذا هي الفكرة الأساسية، نحن بننقل لشعبنا انه يعني الصبر ضروري،
وبصبركم تقتنون نفوسكم. نحن صحيح مرئين ولكن فيها فرج بعد هاي العزاء. إن شاء الله يا رب. أبونا خلينا نحكي شوي عن رموز العيد. يعني في أشخاص بيكونوا بعيدين ولكن في أسبوع الآلام بيتقربوا أكثر من الكنيسة، في تحضيرات للعيد، في بيض بينسلى، في ضيافة بتتحضر، في طقوس كثيرة نحن بنمارسها بهذا العيد. خلينا نحكي عن هي الرموز، وخلينا نحكي يعني قديش اليوم مهم نحن نعلم ابنائنا انه اوكي نحن عم نمرق هلا بظروف صعبه، ما فينا نكون على اكمل وجه، قديش مهم انه نحن العطاء نكرسه اكثر ما انه نتزين بزينه غاليه الثمن. يمكن نتدين نلبس اولادنا شيء مهم، لا ممكن نخليهم يعملوا شيء خير بيرجع لهم افضل طبعاً. خلينا نحكي عن الرموز وكيف نحن لازم هلا هيك نتعامل مع الاولاد الصغار، لانه دائما بيقولوا العيد للاولاد ونحن كيف بنربي وكيف بنزرع اكيد لقدام بنشوف. هو اهم رمز من رموز العيد اللي هو معترف عليه بكل العالم هي موضوع البيض. طب ايمتى بنسلق البيض مشان ما نكفي بيه؟ لانه بيقولوا السبت او لا هلا نحن رح نسلقه السبت بعد الصلب. تمام نسلق البيض السبت المساء من بيتم توزيعه بعد ما نقول المسيح قام. ليش البيضه هي رمز للقيامه؟ لانه البيضه بعدين مو مش نحن لسهوله الحياه صرنا نسلق بيضه الدجاجه. بس هو عادة رمز القيامة بيضة النعامة. بس نعامة بيضتها غالية وكبيرة وكذا، فما بيقدر انه هي تكون. بس المعنى الأساسي واحد. البيضة هي عبارة عن كلس، مثل من مادة كلسية، كالسيوم يعني، ومقفولة من كل الجوانب، ما في مجال للهواء للأكسجين. بس جوا في حياة. مثل ما القبر من جبصين او رخام، بس جوا ما في موت، جوا بالقبر المسيح في حياه. يعني بس بيضه نعامه ليش؟ لانه يقال انه النعامه عندها حكمه الله اعطاها انه بتخاف على البيض تبعها من المفترسين. فالنعامه هي الطائر الوحيد يلي بيبيض وما بيقعد على البيض، بيبيض وبيراقب البيض من بعيد. لما الحيوانات بتشوف النعامه قاعده بيفتكروا انه في تحتها بيض فبيهاجموها، ما بيلاقوا تحت شيء، بتكون انقذت اولا البيض تبعها. مثل ما السيد المسيح لما كان بالقبر ما كان محتاج حدا يقومه، حدا يعطيه مساعده ليقدر يقوم، فقام بقوته الذاتيه. مثل ما البيضه الناعمه ما محتاجه انه امها تقعد عليها مثل اي انواع من الطيور الثانيه يعني اللي لازم تقعد عليها. هلا البيضه هي بلشت مع قديسه اسمها مريم المجدليه لما راحت الى روما تشتكي بيلاطس البنطي يلي انه وافق على صلب السيد المسيح، وبس عم تقول له للامبراطور انه السيد المسيح تعرض لظلم وانحكم عليه ظلم ومات ولكن قام. فهو سالها يومتها انه طب شو الدليل؟ فكانت معها بيضه فقالت له هي البيضه شو لونها؟ قال لها ابيض. قام قلبتها قالت له هلا؟ قال لها حمراء. قالت له وهلا؟ قال لها صفرة. فكانت هالمعجزة اللي حصلت بإيدها للقديسة مريم المجدلية، وقالت له شرحت له أنه شايف هاي البيضة كيف أنه بتفكر هي ما في منفذ هواء فاللي جوا ميت. هيك كان قبر المسيح مثل قبر ولكن من جوا كان في حياة. فهي الرمز هي رمزية البيضة. عادة في الكنائس بنحط البيضة على حامل الأيقونات، بيضة النعامة نحطها. هلا نحن معنا بس بكنيسة المريمية موجودين. المؤمن اللي قاعد عم يصلي بيكون عم بيراقب يعني البيضة مثل ما عم يراقب المسيح القائم من بين الأموات. هو مشارك وليس متدخل بهذا الموضوع. هذا الرمز هو الأساس يعني هو رمز البيضة. أما الرموز الثانية اللي عم تجي في أحيانا رموز مرفوضة من الكنيسة لأنه لا ترمز إلى إيماننا، يعني مثل الأرنب. الأرنب ما له علاقة بالموضوع. هو الأرنب هو من أيام الوثنية يرمز إلى الخصب بديانات وثنية ولا يرمز إلى ما لا يمت للمسيحية بصلة. نحن الرمز الأساسي هو فقط البيضة بسبب حادثة القديسة مريم المجدلية منلونة بسبب هذا الموضوع، ولكن هذا هو الأساس يعني فيها.
طب يعني نحن اليوم التعليم الكنيسي الأساسي هو أنه تجميل أنفسنا بالفضائل قبل الثياب، ويعني مش المهم الجمال الخارجي، المهم هو الجمال الداخلي. هيدا بنزرعه طوال فترة الصوم بالمؤمنين، يلي أنه هيك لازم نعمل إن كان مع الأباء والأمهات أو إن كان مع الأطفال، أنه نحن الشمعة البيضة وهذا هو الرموز. هلا في عند العادات الثانية بيعملوا كعك، بيعملوا شغلات ثانية بالبيوت، هيدا عادات كل بتختلف من منطقة لمنطقة، بس الكنيسة الأساس هو هذا هو أهم الرموز تبعيتها، يعني هي البيضة والشمعة والزيتون وسعف النخل. ودائما تيجي الأعياد بموسم الانتقال كمان لحياة الأرض نفسها، فدائما بترتبط عيد الفصح بالربيع، فبنشوف حتى بدول تانية يترافق عيد الفصح مع عيد مثلا بمصر شم النسيم، مع عيد الربيع بدول تانية، لأنه سيدنا المسيح لما قام بدأت حياة جديدة، الأرض تنفست، عادت الحياة، دورة الحياة. وهون لازم نحكي عن السر، سر الصوم اللي بياخده الإنسان من فترة الصيام إلى القيامة، اللي هو عم بيجدد نفسه كل سنة، عم بيعيد دورة حياته من الداخل، عم ينظف جسده، عم ينظف روحه. قديه في أهمية لنقوم بعيش، خليني أقول الواجبات، بس نقوم فيها بالشكل الصحيح، مو بس بالشكل الظاهري، إنه أنا صايم بس أنا بعمل أي شيء بدي إياه، فقط صايم عن نوع معين من الطعام، أو حتى بغير أديان صايم عن الأكل والشرب، وهذا مو صوم بالنهاية. هو الـ لنفهم الموضوع أكثر لازم نعرف كلمة فصح شو يعني، لأنه نحن بالكنيسة منمر بفصحين، هذا الفصح بنسميه فصح الربيع لأنه بيجي بالربيع، وفي عندنا الفصح الشتوي اللي بيجي بالشتاء. الفصح الشتوي كلمة فصح تعني العبور، العبور من مكان إلى مكان. السيد المسيح لما ولد على الأرض عبر من السماء إلى الأرض بالطريقة اللي كلياتنا نعرف كيف تم البشارة لوالدة السيدة العذراء، وكيف بشر الملك وكيف حبلت. فانتقل المسيح بهذا الفصح الشتوي من السماء إلى الأرض. الفصح الربيع هذا هو الانتقال من الأرض إلى السماء. فكلمة الفصح هي العبور من مكان إلى مكان. فنحن بهذا العيد مندرب نفوسنا على الانتقال من الدنيويات إلى السماويات، من الأرضيات إلى الروحانيات، لأنه في الأخير نحن مهما كانت أيام سنيننا على الأرض فهي معدودة، وكلياتنا حياتنا الحقيقية والأخيرة هي رح تكون في السماء. فهناك نحن فترة الأرض هي فترة الاستعداد، فترة التحضير لما بعد حياتنا على الأرض، فهناك بدها تكون مربوطة بهذا الأعمال، بالمحبة اللي حكينا عنه، بالسلام، بالأعمال الفضائل، بالغفران، بكل هالأمور كلها اللي راح تساعدنا بفصحنا، عبورنا نحن كناس من هاي الأرض إلى بيتنا السماوي، إلى أرض، إلى الأرض الجديدة اللي راح تكون في ملكوت السماوات. من هيك نحن يعني هاي الأيام هي أيام تدريب إنه كيف راح نكون بالمستقبل، نحن راح نكون هيك. فالفصح هو الانتقال من هذا المكان إلى مكان أفضل، من مكان هذا كله حزن، كله تعب، كله شقاء، كله مرض، كله وجع، إلى مكان كله راحة، كله فرح، كله سعادة. نعم أبونا، يعني حديثنا يطول وما بيخلص قد ما هو حلو، والعيد أكيد بيكتمل مع حضرتك، ينعاد عليك إن شاء الله وعلى عائلتك وعلى كل الرعية، رعيتك أكيد بدنا نخصهم بهي المعايدة القلبية، ونقول لهم المسيح قام حقا قام، إن شاء الله بينعاد عليهم، وخلي لنا هيك أبونا اللي بيعطينا جرعات كبيرة من الأمل ومن قيامة من داخلنا. شكرا كثير لك. صح مجيد، وكل عام بخير، وأهلا وسهلا فيكم، وبدي أتمنى لكم، لكم لعائلاتكم وللكادر اللي معكم وللكل، الإعلام السوري والجيش والشعب والقيادة وكلهم كلهم، فصح مجيد، مسيح قام، كل عام بخير. مسيح قام حقا قام. شكرا لك أبونا، أعياد مباركة عليكم يا رب. طول عمرك.